تحية لكم مشاهدينا من داخل محافظة بورسعيد، ونحن الآن في السوق التجاري لرصد حركة البيع والشراء في ظل دعوات العصيان المدني والتي بدأت منذ نحو 13 يوما هنا في بورسعيد. كما نستطلع آراء عدد من أبناء المدينة وخاصة البائعين في السوق حول رأيهم في تصديق الرئيس محمد مرسي أمس على القانون الذي أصدره مجلس الشورى بمواصلة العمل بالمنطقة الحرة مرة أخرى. أهلا بك معنا. السلام عليكم. إيهاب السيد سليمان، شاعر غناء وكاتب مصاحي. شغال هنا في السوق يا حاج؟ بائع في التجارة. قول الحركة عاملة إيه دلوقتي؟ انت شايف اهوت وكود، والبلد مش بالبلدي كده مش ميته، مفيش اصلا حد فيها ماشي الا اهلها، والناس بتفتح مش زهق وبتقفل تاني، ولا في بيع ولا في شبه. كمان المنطقه الحره طول عمرها منطقه حره، وحتى اما مبارك موتها وكان بيجني علينا وبيظلم شعب بورسعيد وبيظلم المنطقه الحره، كانت برضه منطقه حره، ما منش علينا بحاجه ومش هيمن على حاجه بتاعتنا. احنا اكتسبناها باجداد اجدادنا وبطولات، عشان كده اتكافئنا بالمنطقه الحره نظرا ان احنا اللي بورسعيد قدمته لمصر طول تاريخها. احنا عايزين ال 100 سلعه المخصصين ووقف الوارد، والناس اللي بتهرب الحيتان بتاعه المينا والمنافذ، الجيش يسيطر على الكلام ده كله، يبقى فيه رقابه فعليه، يبقى فيه وعود حقيقيه، مش 400 مليون جنيه. وبعدين هو بيدينا 400 مليون جنيه لتطوير مدن القنان، للتطوير مدن القنان دول اصلا من ميزانيه قناه السويس من ايام عصر مبارك. ال 400 مليون جنيه دول بيتصرفوا للثلاث محافظات، ما فيش حاجه جديده، ما فيش مشروع في المنطقه الحره في بورسعيد الا. يعني انت مش شايف الفلوس او الدعم الجديد بورسعيد عشان يقبل دمه وعشان يسكت على اللي بيحصل له؟ وعلى شعب بورسعيد ممكن يقبل الرشوه عموما؟ يعني الان المظاهرات والعصيان المدني كله يطالب بالقصاص للشهداء. لسه في كتير، لسه في كتير لو ما استجابوناش ولو ما تجاهل الحكومه لشعب بورسعيد. معنى ذلك يعني ما تعتبره رشوه؟ يمكن ان يعتبره البعض يعني محاوله من الحكومه او النظام لمحاوله يعني تنميه الوضع في بورسعيد ومدن القناه، خاصه في ظل حاله الركود. ايه رايك؟ والله ولا بورسعيد النهارده حاله ركود جامده كتير جدا يعني. وبعدين النهارده المحلات كلها اللي فاتحه دي حضرتك ما فيش واحد فينا بيروح بجنيه كويس. بقالنا النهارده اكتر من 3 شهور والبلد فاضيه من زوار، من ناس كانت بتيجي بورسعيد تشتري مثلا اي حاجه. النهارده الانطره غطى على بورسعيد، مصر واسكندريه والمحله والمحافظات كلها اخذه ورد مننا، مع ان الرئيس السادات الله يرحمه قال لا مساس بالمنطقه الحره، لا مساس بالمنطقه الحره يا جماعه. بورسعيد دي طول عمرها منطقه حره، ده كفاءتنا اللي احنا حاربنا 67 و73 وحاربنا وعملنا مقاومه شعبيه. ولكن المنطقه الحره يعني تم وقف العمل بها خلال النظام السابق يعني، والرئيس محمد مرسي امس صدق على القانون الذي اصدره مجلس الشورى باعاده العمل مره اخرى في المنطقه الحره. عايزين التنفيذ اللي هو ايه؟ يمنع حضرتك الورد اللي بيطلع بره الوارد. نفهم بس الناس ايه الوارد، يعني نشرح ببساطه كده ايه يعني ايه اهم مشاكل المنطقه الحره حتى بعد اعادتها مره اخرى. في حضرتك بضاعه بتيجي بتطلع من المينا على بره على طول خارج البلد، ما بتخش في البلد، بيدفع لها رسوماتها او ما بيدفع رسومها، وبيطلعوا برشاشات وبتاع على العربيات وياخدوها ويطلعوا بره البلد بيها. اخد بال حضرتك؟ يعني ما ينفعش. فين الحكومه؟ فين الجيش؟ المفروض الجيش يمنع العربيات دي، يمنع الناس اللي بتهرب الحاجات دي ويكتفي بورسعيد ويقفلها، يأمنها من اي ناحيه؟ بالجيش، بالحكومه، احنا يوقف التهريب، دوت. التهريب ده ليه تهريب يعني؟ احنا بلدنا يعني انت ما يعني حتى مع وجود المنطقه الحره التهريب سيمثل مشكله كبيره. طبعا لازم الجيش يقف مع الشرطه والاثنين يكتفوا مع بعض، يمنع التهريب. وعايزين امن في البلد. النهارده بعد الساعه 6 المغرب ولا 7 المغرب تخاف تمشي في اي حته لوحدك، في اي حته. احنا بلدنا كلها احلى شباب في البلد دي، يعني شباب زي الفل وناس زي الفل. قولي تقييمك لعودة المنطقة الحرة مرة أخرى وأهم ملاحظاتك على هذا القرار. هو حضرتك بالنسبة لتقييم المنطقة الحرة، أولا قبل ما نتكلم عن القرار اللي أصدره الرئيس مرسي بإعادة المنطقة الحرة،
ايه الترويج الاعلامي للبلد دي على مستوى كل الدول؟ ليه احنا من وجهة نظر المحافظات ومن وجهة نظر العالم اصبحنا بلد اجرامية؟ ازاي بتحاول تسعى؟ احد يستطيع ان يقول ذلك. شعب بورسعيد دائما شعب باسل ومقاوم. حضرتك اعلاميا بيروج الينا على اننا شعب بلطجي، على اننا شعب عملنا حاجات كتير جدا منها حادثه استاد بورسعيد وغيره وغيره، ازاي انت بتروج تسويقيا للبلد في الوقت اللي فيه مين يعني مين بيروج بالشكل ده؟ بيروج بعض الاعلام اللي بيخرجنا في صوره بلطجيه وبيخلي الناس كلها حوالينا في كل البلاد تحكم علينا باننا بلطجيه. تدخل سياره تشتري ازاي؟ تدخل اسره تشتري ازاي؟ تدخل اولا عالج امنيا بورسعيد وما تفصلهاش عن جمهوريه مصر العربيه تماما وتعتبرها في معزل بحيث ان البلد تبقى بالشكل اللي احنا فيه ده الاول. ومن هنا هيجي الاستقرار، الاستقرار الامني اولا، بعديها هيجي الاستقرار التجاري، لان اللي احنا فيه ده وضع ما يسرش اي حد. وبعدين انا عايز ابلغ رساله للدكتور مرسي، انت منفصل عن العالم، منفصل عننا ليه؟ معتبرنا ليه ناس منفصلين عن العالم؟ يعني قراره بالامس ده هل يعتبر انفصال عنكم ام استجابه لمطالبكم؟ يا حضرتك قراره بالامس كان المفروض يستبقه، قراره بالامس كان المفروض يستبقه قرار امني. حضرتك البلد بتعاني من فتره من الحاجات اللي حصلت لها نتيجه رد فعل مذبحه استاد بورسعيد، كانت النتيجه ايه حضرتك؟ ان حصل ضرب عشوائي لناس ابرياء، لناس ما لهمش ذنب، فكانت النتيجه كان رد الدكتور مرسي ايه علينا؟ رد الدكتور مرسي ان بورسعيد بلطجيه، رد الدكتور يعني بدل ما يجيب لنا القصائد. ارجع تاني لتقييمك لقرار المنطقه الحره، ايه اهم ملاحظاتك عليه؟ انا هعتبر قرار المنطقه الحره كانه مثالي بالنسبه لشعب بورسعيد. اولا وقبل كل احنا مش عايزين تجاره، مش عايزين اي حاجه، اول حاجه عايزين القصاص للناس الابرياء اللي اعتبروهم في حكم البلطجيه. ليه ده احد مصاب الاحداث؟ ماشي حضرتك، اول حاجه لما القصاص والامن يعود لاهالي بورسعيد اللي هم حزانه على اولادهم نرجع بعد كده نتكلم في المنطقه الحره وغيره. لكن انت النهارده هترجع المنطقه الحره في ايه والبلد اساسا بتعاني؟ مفيش بني ادم يخش البلد. حضرتك لو صورت بقيه البلد يعني يمكن ان نعتبر هذه المرحله مرحله مؤقته يعني، وباذن الله يتم القصاص لضحايا بورسعيد. أيوة فندم. واذا تحدثنا عن مرحله ما بعد، يعني ما بعد القصاص وما بعد عوده الهدوء، المنطقه الحره يعني اذا عادت كما كانت عليه من قبل، تقييمك لها هيكون ازاي؟ طب تقييمي لها ازاي في ظل نظريه الجات مثلا؟ يعني نظريه الجات، اتفاقيه الجات ديت حضرتك دي تنظيميا بالنسبه للتجاره على مستوى العالم، بورسعيد دي خلاص اتخذت في الرجلين، اصبحت زيها زي غيرها. يبقى هنا ايه اللي حصل؟ طب بالنسبه للورد حضرتك، طب ازاي انت عايز تفتح مصانع مصريه وبتشجع الصناعه المصريه في الوقت اللي انت فيه عايز تعمل بورسعيد منطقه حره؟ اذا انت بتعمل تضارب ما بين بورسعيد وما بين المنتجات الاخرى بالنسبه لمصر، ومن هنا الوضع مختلف. فالحقنه المسكنه دي مع شعب بورسعيد ما عادتش تنفع، لان عمرنا ما هنعرف نتعامل والدولار بقى 7 جنيه ونص و8 جنيه، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه حضرتك؟ هنبيع بايه؟ هيجي واحد يشتري مني بنطلون ب 150 جنيه كنت ببيعه ب 20 و30 جنيه؟ مين هيتقبل حضرتك الحاجات دي؟ انا بشكر حضرتك جدا جدا ان انت تفضل. انا بشكر حضرتك جدا 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 ان انت بتيجي. شكرا لواجب، ده شغلنا يا فندم. انا بشكر هذه القناه اللي هي بتيجي بتصور نفس الحقيقه ونفسنا ومن عندنا توصل الحقيقه دي للساده المسؤولين. وصل الحقيقه للساده المسؤولين. هل بورسعيد انقطعت؟ هل شعب بورسعيد انقطع عن محافظات اخرى؟ هل شعب بورسعيد زي ما حضرتك بتقول عليه شعب متخلف، شعب اجرامي؟ مين بيقول عليه؟ الرئيس محمد مرسي. سمعت الرئيس بيقول شعب متخلف؟ انا لم اسمع هذا الكلام، حضرتك هل سمعت ان الرئيس يقول على شعب بورسعيد متخلف وبلطجي؟ حضرتك بيقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلمة حق معلش، عشان انا مش عايز اضيع وقت. احنا سمعنا الناس كتير، اسمعونا انتوا بقى مرة واحدة، الان الاوان ان احنا نسمع تسمعونا. معلش كلمة حق قلناها من ايام الشهيد العربي سليمان، واحنا بنعاني منها لغاية دلوقتي بسبب كلمة الحق اللي احنا قلناها، ان احنا بقينا خسرين ومسجلين وحاجات كتير قوي. احنا دلوقتي بترجع دلوقتي في نفس القاره دلوقتي. اكتر الشباب اللي بيتكلم مع حضرتك، ايه مطالبك؟ قول لي ايه مطالبك؟ قول لحضرتك اكتر الشباب اللي بيتكلم دلوقتي يا استاذ، اكتر الشباب اللي بيتكلم. معلش اعذروني، سيبوني يا اولاد. اتفضل كمل كلامك. اكتر الشباب اللي بيتكلم دلوقتي عمره
في نص في يعني اطلع وزير الداخليه حبيب العدل ورئيس الجمهوريه حسني مبارك، لكن احنا من قبل ذلك ومن قبل كده بقول لكم من زمان قوي 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 ان احنا هنثق في اي رئيس يحكم بما انزل الله، احنا هنثق فيه انما احنا خدعونا بالله. اشكرك بشكرك شكرا جزيلا. النهارده استاذ مع احترامي لك، استنى معاك بقى، النهارده مع احترامي لك انا بقالي 13 يوم اعتصام عند المسله وتاجر من ابناء بورسعيد. الاعتصام المدني. الاعتصام المدني. العصيان المدني. اي المدني والسلم وكل حاجه. هو النهارده محمد مرسي بيقول لك عوده المنطقه الحره. ازاي في عوده منطقه حره وفي دم؟ ازاي عوده منطقه حره بتوقع الشعب التجاري مع اهل الشهداء والاطرس؟ ما انت دوت بتعمل ضحايا ثانيه. حط في دماغك يا مرسي النهارده انت بتعمل ضحايا ثانيه مع الاهالي. النهارده لا مش هنعمل، مش هتوصل معانا لك دوت. النهارده احنا هنتحد قدامك. ولكن عوده المنطقه الحره كان مطلب لاهالي بورسعيد مرارا وتكرارا، وبعض اكمل كلامي وبعض الاحزاب السياسيه قالت ان عوده المنطقه الحره مع القصاص للشهداء ومع اعتبار شهداء ومصابين بورسعيد يعني يمكن اللي هو يعني يريح الناس شويه ويعيد الهدوء. نعم. تم استني يا وائل يا جدعان، تم مجموع من البياعين المتجولين في الشارع ورحنا للسيد المحافظ على عوده المنطقه الحره والغاء الوارد والتهريب والتخليص، اما كده اهوت يصرف لكل واحد عاطل 1000 جنيه معيشه، لان النهارده احنا مش عارفين ناكل ولا نشرب. مش عارف شغال ايه؟ انا شغال تاجر بياع على الله، ما فيش النهارده حد بيخش لك بورسعيد ولا يشتري منك، النهارده انت ماشي بتستلم من احداث الماتش ولا الايام الاخيره؟ من قبل احداث الماتش كمان، من قبل الاحداث. النهارده برضه التهريب، احنا عارفين التهريب مش في يوم وليله، بس انت النهارده لو حليت دم الشهداء هتسيطر على المنافذ وهتسيطر على التهريب وهتسيطر. النهارده الجيش دلوقتي مش هيعمل حاجه، ضابط الداخليه عارف كل مجرم فيك، فمفروض ضابط الداخليه ينزل مع الجيش لان هو اللي عارف البلطجي مين ومش البلطجي. تفضل حاضر. بالنسبه احنا هنا مطلبنا حاجه واحده بس، القصاص القصاص القصاص. اهم حاجه القصاص. اول حاجه ليه بقى اهم حاجه القصاص. ده بنتكلم يا جماعه، نتكلم بعدين. اهم حاجه احنا بقالنا شهر، احنا بقالنا شهر ولا معلش يعني ولا بيخش لنا اي محدش يعتذر. استنى يا جماعه استنى خلاص. انت فاهمني حضرتك؟ احنا بقالنا شهر ولا حد بيخش لنا، ممكن نقعد سنه وسنتين برضه بفضل الله ربنا اللي بيرزق، ولكن احنا عايزين القصاص الاول. ولو كان دي وقيعه بيننا وبين الشرطه احنا مش هننسق للكلام ده. الرئيس ما عزناش خالص، وانا رئيس الوزراء عزانا وعايزين حق الشعب. يعني بالرغم من القرارات لكن لا يشغل اهالي بورسعيد الا القصاص، يعني القصاص رقم واحد. والاعتذار الرئيس يعتذر لاهالي بورسعيد اللي ماتوا دول ما لهمش في اي حاجه. خدت بال سعادتك؟ اهم حاجه القصاص للشهداء، اعتبرهم زي بتوع الاهلي شهداء ثوره. شهداء ثوره. حضرتك انا يعني ابن عمي اخدوه تبع اللي هو ماتش الاهلي والمصري، ابن عمي محبوس وهو اصلا يعني ما عملش حاجه. ابن عمي صغير ملوش اي محاضر. عنده كام سنه؟ عنده 19 سنه. اولا جماهير النادي الاهلي المحترمه لما اجوا من الشهداء بتاعتهم تموت، حضرتك اخدوا ديه ومع ذلك طلبوا برضو ايه القصاص. احنا مش عايزين دية، جمهور المصري مش عايزين دية، احنا عايزين برضو القصاص. احنا بص اصل الداخلية اجا عندنا يوم السجن حضرتك، يوم السجن اتضرب علينا 26 واحد اتضرب علينا نار وقال ايه من ناس
مننا فينا، لا دول مش من ناس. امال مين عمل كده؟ ده ناس من الداخليه، ناس من الداخليه كانوا قاعدين معانا، ناس من الداخليه قاعدين معانا، وناس من بره تمام، حاطين لابسين هدوم ملكي، لابسين هدوم ملكي وبيضربوا علينا. قال ايه يعني معانا؟ طب قول لي يعني اول خطوات القصاص الاول بيحصل تحقيق، وتم انتداب قاضي، تم انتداب قاضي من وزاره العدل للتحقيق بشكل محايد. يعني انتوا طالبتوا ان يتم انتداب قاضي تحقيق. فين القاضي؟ هات اي واحد هنا اتكلم عن بورسعيد، هات لاي واحد. يعني النائب العام انتدب قاضي للتحقيق في احداث بورسعيد، فينه؟ ودي اولى الخطوات، يعني بنحقق وبعد كده بيتم احاله الامر للمحكمه وبعد كده بتصدر. ما حدش اجى واحنا ما بنبيعش دمنا زي الاهلي ما باع دمه، وعمال يقتل في عيالنا الصغيرين وكسر العربيات، مش هنسيبهم برضه؟ اخدت بال حضرتك؟ مش عايزين تفرقه بقى. انا بص يعني مش عايزين تفرقه، يعني احنا عايزين محاولات الهدوء ولم الشمل. المنطقه الحره مش عايزينها، احنا عايزين القصاص، مش عايزين فلوس. كل هيقول لك منطقه حره وفلوس عشان انتخابات، ما فيش انتخابات. اي واحد هينزل انتخابات هنبهدله، لو اخويا هينزل انتخابات انا هبهدله. قول لي يعني يوم 9/3 سيتم الحكم فيه القضيه بشكل عام، يعني ايه تخيلك للسيناريو يوم 9/3؟ والله هو في اشاعه طلعت من ساعه، في اشاعه طلعت ان الحكم سياسي. احنا مالناش دعوه، هو في قضاء، احنا كنا راضين بالقضاء. حضرتك احنا كنا راضين بالقضاء. حضرتك احنا كنا رايدين بالقضاء، مفيش حد يتكلم على القضاء، عشان اي كلمه احنا بنتكلمها في القضاء بتيجي علينا. تمام. القرار اللي صدر بالمنطقه الحره احنا مش فيه، احنا كنا متوقعين، احنا كنا متوقعين القرار ده يصدر قبل عمليه الانتخاب، عشان الناس تتلهى في عمليه ايه الانتخابات. احنا دلوقتي بيتكلم على بورسعيد منطقه حره، هي بورسعيد منطقه حره، هو ما ضافش عليها حاجه خالص، كبورسعيد منطقه حره ما ضافش عليها حاجه. احنا كل اللي طالبينه في بورسعيد الامن، كل الناس اللي حواليك دي بورسعيد متعوده على الشهداء، بورسعيد شوارعها كلها شهداء ومتعودين طول عمرها مقاومه. طبعا كل الشباب الصغير ابعدوا عن الجيش، وكان ده حاجتنا احنا، احنا ما تعودناش نخرب في بلدنا. وسيبك بالنسبه للرياضه، ما ندخلش الرياضه في السياسه، دي حاجه وده حاجه. برضو يا جماعه يعني 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 انا اتفهم موقفكم تماما ان القصاص هو رقم واحد، ولا مجال الحديث عن اي استثمارات او منطقه حره او انتخابات او غيره الا بالقصاص. طيب انا معك انا معك انا معك انا معك كيف يتحقق القصاص؟ ازاي يحصل؟ قول لحضرتك. هقول لك بدون عنف. الورق في المحكمه، القصاص ده بيتم من خلال اجراءات قانونيه، تحيات نيابه ومحكمه واحكام قضائيه. والقصاص بتاع الاهلي اجى بعد 7 شهور، احنا يعني حتى القصاص بتاع الاهلي حصل من خلال ايه؟ من خلال حكم محكمه. واحنا راضيين بالقضاء، احنا مش معترضين. يوم السجن الناس دي كانت موجوده هناك اصلا من الاول، ما هاجموش السجن. احنا المفروض بنثق في قضاء مصر العادل، احنا نثق ان يعني الذين يعني استشهدوا امام السجن او اصيبوا سيتم القصاص لهم. احنا بنطالب بحقهم، سيبنا من المنطقه الحره يا رب الناس تموت بالجوع، احنا متعودين. الناس اللي محبوسه ظلم تطلع، وكل واحد انا لما يحكم على واحد مجرم بالاعدام احنا مش هنزعل، وهم اساميهم موجوده كلهم هناك. في كل الاحوال هو حكم قضائي، ويجب ان نحترمه ونتخذ الاجراءات القانونيه في الطعن عليه. داخليه مش موضوعنا احنا، دي موضوع الداخليه مش موضوعنا احنا، احنا راضيين بكده. ما هي كانت هتحصل في اي محافظه، ده موضوع الداخليه ما امنتش. كانت الرؤيه باينه من ماتش غزل المحله والمصري، ماتش غزل المحله والاهلي، صفنا عساكر منعهم المهرجان ده كله. ثانيا الداخلية هي اللي مدبرة الحكاية دي كلها. تمام، هذا رأيك يعني؟ ماشي. وبعدين
كده وخايف. كمل كلامك. اتفضل اتفضل كمل كلامك. وبعدين وبعدين بتكلم كلمة حق بقى، اسمعونا بقى. اسمع طيب حضرتك ماشي، حضرتك اسمع. قولي قولي يا حاجه اتفضلي. اهلا بيك، تعرف عليك. تعرف ام جورج صاحبه محل بقالي 30 سنه فاتحه هنا. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اول مره في حياتي اشوف الحاجات دي، ما كانتش بتحصل. دلوقتي احنا علينا التزامات. اولا انا جايبه شغل وعليا ديون، المفروض ان انا ادفع دفع. فانا دلوقتي بقيت استخبى. انا دلوقتي بعاني. لو سمحت انا عايزه اقول لك وجهه نظري. اتفضلي يا فندم. انا سبت معروفه كويس في البلد من 30 سنه وبتاجر من زمان. انا كان صيتي حلو في البلد، كانت التجار بتديني بضاعه عشان اديهم فلوس. دلوقتي لو رحت محدش بيديني. ليه بقى قولي لي ليه؟ عشان انا ما ببيعش، مفيش حد بيخش. مفيش حركه بيع وشراء خالص. فانا بقالها قد ايه الحكايه دي؟ دلوقتي بتاع شهرين مفيش حد بيجي لي ولا بيروح لي ولا حد بيخش لي. غير كده كمان انا دلوقتي ما معيش ادفع للعملاء اللي بيشتغلوا، ادي حاجه. ما معيش ادفع نور، ما معيش ادفع ايجار، ما معيش اجيب اكل كويس زي ما كنت بجيب اكل كويس. دلوقتي البلد ماتت خالص، ماتت. والناس كلها دلوقتي ما معاش، يعني اللي معاه خاتم بيروح يبيعه، اللي معاه غوشه بتبيعها، الرجاله قاعدين كده بيتفرجوا على بعض يلعبوا. في اعتقادك اعاده المنطقه الحره دي مش ممكن تعمل رواج تاني لبورسعيد؟ لا احنا مش عايزين ده. ثواني بعد اذن حضرتك. بعد اذن حضرتك احنا عايزين البلد تمشي زي ما كانت زمان، يعني زي ايام انور السادات. ايام انور السادات كانت البلد روعه 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 وجميله جدا، وكانت البلد مية مية. يعني انا كنت واحدة يوم ما بيعش ابيع ب20,000 جنيه. النهاردة في الشهر يا فندم؟ في اليوم. النهاردة ما ببيعش ب10 جنيه. ما ببيعش. 30 سنة. فكانت الايام حلوة. دلوقتي احنا مش لاقيين لا ناكل ولا نشرب. بعد حضرتك احنا دلوقتي لا لاقيين نجيب اكل ولا لاقيين نجيب بضاعة ولا لاقيين نجيب اي حاجة. حالنا مشي. انا واحدة من الناس بعمل ورقي وههاجر خلاص وهبيع كل حاجتي، لان انا هنا هشحت، همدي ايدي هشحت. لو قلتي لي انت عندك خبره بقالك 30 سنه في التجاره، قولي لي روجيتا يعني ازاي الوضع لبورسعيد ده نعدله ازاي؟ الوضع يبقى كويس انهم يقفلوا الامطره خالص. ليه بقى الوارد؟ لان دلوقتي كل البضاعه بتطلع وارد، تروح الامطره بياخدوها ببلاش. فانا الوارد يتقفل يعني بتاع يعني المنطقه الحره لوحدها مش حل. بعد اذن حضرتك يعني مثلا ده محل سمك كان بيجي له الرحلات شغال عنده يجي 9 10. دلوقتي الراجل ده هتخرب بيته. يعني مش احنا بس اللي بتخرب بيتنا، بتوع السمك اتخرب بيتهم، بتوع كل المطاعم اتخرب بيتها، كل اي حاجة الا كل دلوقتي حضرتك الخير كان بيعم على الكل. يعني انا ابيع اروح اشتري فاكهة اروح اشتري. يحصل حالة رواج عموما. فدلوقتي خلاص كله مش لاقي ياكل، من اول العجلات لغاية البتاع اي ذهب اي حاجة. مفيش حد بيبيع، لا بتاع السمك بيبيع ولا بتاع السمك بيبيع ولا الفكهاني بيبيع ولا اي حد بيبيع ولا حاجه خالص. يعني انا لو نفسي في حاجه مش بروح اشتريها. بشكرك يا ام جورج. انت كان ليك راي مخالف، تفضل. احنا اول حاجه احنا عاوزين حق الشهداء طبعا. اول حاجه اول منطقه الحره والرئيس الرئيس مرسي مش بيدينا دي منحه، ده حق ايه؟ حق بورسعيد منطقه حره من ايام عبد الناصر. اخد بال حضرتك؟ احنا بنطالب، احنا بيقول منطقه حره ولا نزلت في جريده رسميه ولا نزلت في اي حاجه. المنطقه الحره هو قالها عشوائيا كده. احنا مشكلتنا لا بس عايز اقول لك، لا بس هو صدق. اسمع عشان اصحح لك بس معلومه، هو الرئيس امس صدق على القانون الذي اصدره مجلس الشورى. يعني مجلس الشورى باعتباره الان في ايده الصلاحيات التشريعيه اصدر قانون بعوده المنطقه الحره مره اخرى، والرئيس بسلطاته صدق عليه امس. انا اقول لك بقى، زي ما صورت مع الناس دي اطلع على الجمارك واطلع على واطلع على البحيره واطلع على الابوطي واطلع على عزبه ابو عوف، شوف التهريب.
الكلام اللي انا بقوله لك ايه مشكلتك؟ احكي لي بقى ايه مشكلة التهريب. اسمعني بس، احنا كل الناس دول التهريب عاجز البلد، ودلوقتي الوارد خرب البلد. كان الوارد ايام حسني ربنا ما يقيمه من قعدته، كان ايام حسني كان شويه حاجات بتتهرب بتطلع بره البلد، يقول لك الانتاج الوطني. دلوقتي الحاويات بتطلع لغايه القاهره، محدش بيتكلم. ليه؟ بتوع المصانع مش كلهم، عشان من بعض من رحم ربنا. بتوع المصانع دلوقتي بيضربهم فلوسهم وبيروحوا يجيبهم شغل صيني، اخد بالك؟ والشغل الصيني ده بينزل على المصانع وهو اللي يصنع والكلام ده. اول حاجه عشان بورسعيد ترجع الوارد يوقف، او يبقى لو الوارد يبقى تقنين الوارد. الوارد ليه سبغات، وفي نفس الوقت لو اتعمل اتحاد اوروبي زي ما نزل والمنطقه الحره ترجع. لو الوارد وقف ازاي نوقف التهريب؟ قول لي. اقول لك نوقف التهريب، اقول لك نوقف التهريب ازاي، نوقف التهريب ازاي، نوقف التهريب، نوقف التهريب ازاي. في كام دبابه، في كام دبابه، في بالله عليك لطيف، في كام، في انا هقول لك المفيد، في كام دبابه واقفه عند السجن، في كام دبابه، في 15 دبابه واقفه عند السجن. بدل ما يوقفهم السجن ده في عز مجده كل السجن اتفتحت الا سجن بورسعيد. انت عارف ليه؟ عشان لو طلع سجن بورسعيد كل الناس دي هتتفتش وتتسرق. ليه؟ اللي جوه اكتر ناس من البلد وغير البلد حافظين البلد، هيطلعوا يفتشوا من البلد. احنا مش موافقين على السجن. الدبابات اللي هنا تطلع على مين؟ على عزبة ابو عوف، على عزبة ابو عوف، وعلى الابوطي، وعلى الجمارك. مش هيبقى في تهريب. اللي انا بقوله لك، بكرة طالع من الجمرك 126 حاوية. لو انت راجل تمام اقعد معايا البكرة هطلعك تصورهم وهم بيطلعوا ازاي بقى؟ ازاي بيتهربوا؟ عشان ما عندناش امن. الجيش هنا، الجيش فيه اختلاف بين الجيش والشرطة. لو الاتنين وقفوا مع بعض مش هيبقى في تهريب، لازم يوقفهم. انا قصدك الشرطة تعاون الجيش. لا، الجيش اللي يعاون الشرطة. ليه؟ بس اسمح لي، انتوا بورسعيد الان غير قابلين الشرطه ترجع عملها. لا، طول ما الشرطه طول ما الشرطه هتعامل البلطجي مش هتاخد وتلم فوق دماغنا. كل الناس دول عاوزه الشرطه. بس المشكله اللي عندنا، وبكلم الحاكم العسكري، طب اقول لك على حاجه اكبر من كده. كان عندنا ضابط جوه اسمه عمرو الريطم، غير اسماء من فضل. لا، ده راجل محترم. لازم الراجل ده مسك 144 مخالفة، 144 مخالفة مسكهم في الجمرك هنا، اخد بالك؟ اللواء حرب في مصر وبلاشته على الجزيرة، اللواء حرب في مصر، اخد بال حضرتك؟ نقله دمياط، مش نقله هنعمل له زي ايه؟ لا، حاجة في دمياط، بأمارة ايه؟ لما يبقى في عندك لواء حرب، ضابط كفاءة، قعده في المينا. عشان المينا، واقول لك عشان ما طولش عليك، البرشام اللي الشباب اتضرب به كله جاي من الوارد. لو الوارد واقف على طول، وانا اسمي محمود طلبه وعلى مسؤوليتي، لو انا بتكلم على الشباب، لو انا تفرق اللي بلد ومش الكاميرا، اخد بالك؟ لو انت عاوز الشباب دول يبعدهم عن البرشام، الوارد ده يروح. هم مش عاوزين سب في حد، انا فاهم الكلام، اخد بالك؟ البرشام لو عاوز الشباب اخد بالك اتمنع، الشباب لو عاوزهم اتمنعوا من البرشام، واقف الوارد بس. انا بشكرك، تعال قول لي. حاضر، تعال تعال تعال. يعني دلوقتي الاخ محمود طرح موضوع مهم جدا، وهو ان الشرطه لازم ترجع تعاون الجيش لعوده الامن. ولكن منذ يوم 26/1 والاحداث اللي حصلت فيه، وفي يعني حساسيه جامده جدا في العلاقه بينكم وبين الشرطه. ازاي الشرطه ترجع تاني تشتغل من غير اي مشكله بينها وبين الشعب البورسعيدي؟ حاجه صلى على النبي. لا مؤاخذه، هي الشرطه اساسا
مش عايزه تشتغل في البلد دي، بتشتغل في جميع المحافظات ما عدا هنا. يعني هي متقاعسه ما بتفهمش في ايه بالظبط. ودلوقتي متقاعسه ولا متخوفه؟ هي ممكن تقول متخوفه. ولا في حد بيوقع بينكم وبين الشرطه؟ مفيش حد بيوقع، مفيش حد بيوقع. وبعدين انت شايف حال البلد، شايف حال البلد عامل ازاي. اقسم لك بالله انا راجل معايا عيال في المدارس مش عارف اعمل ايه، وحال البلد واقف. لا يسر عدو ولا يسر حبيب. احنا شباب شهداء. احنا كلنا ارزاقيه على بابا الله. حاج بندق احنا كلنا ارزاقيه على بابا الله. بنقوم كل يوم رزق يوم بيوم، ونبيع البيعه، بناكل بيعه، بنشرب بيعه، ما بنسددش التجار. لما احنا كده مديونين، لان احنا ما بنرزقش ولا لنا منبع رزق الا البيع والشراء. وعايزين القصاص، وعايزين القصاص، وعايزين الحكومه والوارد ده، عشان الوارد احنا لنا محلات في القنطره. قول لي القصاص يرجع. صلى على رسول الله. دلوقتي احنا بنقول للدكتور محمد مرسي، هو بيقول لك اللي هو ادانا حقوقنا وادى للناس فلوس وبتاع. الناس احنا مش محتاجين فلوس ولا مستنيين منهم فلوس. المنطقه الحره ده حقكم، انتوا مستنيين ده الحكومه اللي بتديكوا. مش هو المنطقه الحره ديت هو مش بيبقاش علينا بيها. المنطقه الحره دي حق للبلد. القصاص بقى يجي ازاي؟ ما شفناش قاضي تحقيق في اجا بورسعيد. النائب العام انتدى بقاضي تحقيق في 1000 مصاب. انت ممكن ما تكونش شفته، لكن اللي حصل فعلا ان النائب العام انتدى بقاضي تحقيق في 1000 مصاب. حد كلم مصاب ولا استجوبه وقال له مين اللي ضربك؟ كل الناس عارفه مين اللي ضرب. الحكومه اللي ضربت الناس في بورسعيد، وهم بيقولوا بلطجيه ضربوا الناس. لا، احنا كلنا كنا هناك، واحنا حقنا مع الحكومه. زي ما بتوع الاهلي اخذوا حقهم وظلموا ناس، احنا مش عارفين. اسمعني، بتوع الاهلي خد حقهم ازاي؟ من خلال الطرق القانونيه، من خلال تحقيق ومحكمه واحكام قضائيه. خدوا اختهم على مرسي. احنا ولا بقالنا 12 يوم ولا بنضرب مولوتوف ولا بنكسر ولا بنخرب. احنا عاملين عصيان مدني. كمان طلع قال على العصيان المدني دول بلطجيه وبيعملوا عصيان. مين قال؟ هم الاخوان بيقولوا في كل حته الكلام ده. بورسعيد مش بلطجيه، بورسعيد ناس محترمه، واحنا مش هنسكت الا لما ناخد القصاص. القصاص ده يجي لنا. اشكرك. قول لي ارترس اهلاوي، بعد اذنك، قفل محطتين في المترو. كل الناس دي كلها اتاثرت عليهم، وعمل وهو اصلا ذات نفسه اتاثر بيها بالليله الحكم. وبدليل كمان ان هو ايه، بدا خلاص الناس بدات بقى تعمل ايه بقى، بدات تخاف منهم. وخلاص بقت الدوله ديت، اخد بالك، الدوله دي بقت ارترس اهلاوي. احنا هنا طلعنا، بس طلعنا باسلوب مؤدب واسلوب محترم. محدش حرق حاجه، محدش ولع حاجه، محدش في تحرشات، مفيش اي حاجه. ده اول حاجه بالنسبه للقضاء. عايز اقول لك حاجه. امتى بقى العلاقه بين ارترس اهلاوي ومصراوي، يعني العلاقه تهدى وترجع المياه لمجاريها؟ يعني امتى ده؟ يعني مش عايزين في النهايه ارترس اهلاوي او مصراوي، كلنا مصريين يا استاذي. بعد اذنك هتهدى لما يكون في عدل. عدل ازاي بقى؟ عدل في الحكام. انت النهارده بتشوف في ظلم، في ظلم للاهلي واضح بقى من الحكام. يعني انت كمان من اللعيبه كمان بتلاقي في ظلم. الاهلي بيبقى بقى درجه عاليه شويه قوي. حتى لما بتيجي بقى ايه، لما بتيجي تبص بقى للمقومات بتاعته كفريق، ان هو كل حاجه بتخصصها له مدعات لك حد الاول. جريده الوفد بعد اذنك كان جابت منشور من امن الدوله بيقول ايه، بيقول ان الاهلي مخصص ياخد الدوري لحد سنه 2022. طب ده حد يصدق الكلام ده؟ الوفد موجوده في الوفد، والوفد نزلت كل المكونات. ده عشان مصلحه من نوع ده ايه بقى، عشان الناس بتقول تهيج للراي العام. تهدئه للراي العام. تهدئه ازاي من فضلك؟ بس انا عندي علاج لموضوع التهريب ده بعد اذنك، يعني ببساطه جدا. لسه من يومين في اداره عملت لتامين المستشفيات، لسه اداره شرطه بنفس الطريقه، اداره لتامين المنافذ الجمركيه، مع كل حاويه بتطلع او كل اوردر بيطلع، بدل ما يبقى مندوب ما نضمنش نيته ولا صوت، يطلع اداره تامين لغايه وصولها لبره. اذا كانت مطابقه منطقه حره، لان معظم منطقه حره بيطلع وارد. علاج البسيط ان انا اسلم من المندوب ده لغايه القنطره. نمره 2، طالما القرار طلع اللي مدار الريس ده امبارح ده، يبقى المنطقه حره بالكامل، تلتغي كل القرارات اللي كانت معموله، اللي عملت الوارد ونسب الوارد. معنى انه رغى القرارات اللي من 2000، من سنه 2000. ده بياكد ان احنا دلوقتي معظم الوارد اللي طلع
لازم ما يبقالوش وجود او يقنن. انت مع قرار عوده المنطقه الحره، بس ما يبقاش على جثث الناس. بعد اذنك ليس له علاقه يا جماعه. القصاص لابد ان يحدث. مش هنقبل طبعا مش هنقبل كتجار ان يطلع مصلحتنا او فلوسنا قبل القصاص للشهداء. القصاص رقم واحد وقلبنا اعتبرهم شهداء. الرئيس في اخر لقاء ما قالش ان هم شهداء، قال القتلى. قول انها شهداء، مستخسر كلمه شهداء. شكرا جزيلا. يعني مشاهدينا الكرام، كان هذا رصدا لبعض اراء البائعين هنا في السوق التجاري ببورسعيد حول قرار الرئيس محمد مرسي وتصديقه على قانون عودة المنطقة الحرة مرة أخرى إلى بورسعيد، كما تحاورنا معهم حول حركة البيع والشراء، وتقريبا هناك شبه إجماع مع هؤلاء أن القصاص هو همهم الأساسي قبل عودة المنطقة الحرة أو قبل الحديث عن أي شيء. شكرا لكم وإلى اللقاء.